السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 12 دجنبر 2021، أنا في الغابة ديال المعمورة تحت أشجار البلوط ما شاء الله. بغيت غابش نصور لكم هذا المنظر الجميل جدا. فيلا خديت البلوط، خديته من عند واحد الوليد، وفي نفس الوقت هبطت نتمتعوا شوية بالهواء النقي تحت هذه الأشجار ما شاء الله. أشجار يعني أشجار قديمة، وأشجار ديال البلوط اللي معروفة هنا في المغرب. فلاحظوا معايا، لاحظوا معايا ما شاء الله في الطول ديال الأشجار. قلت نتقاسم معكم هاد يعني لو مومون زوين. في نفس الوقت شوفوا يعني كاين الناس اللي عمرهم ربما ما جاوش هنا. راه هنا في الطرود يعني قربنا الرباط من تيفلت. ايوا قلت نصور لكم. غادي نشوف شي البلوط ما بقاش بزاف، يعني تقريبا قالوا لي كيطيح وكيجمعوه الدراري هنا كيلقطوه ايوا وكيبيعوه في الطريق. غنشوف لكم مثلا غير شي شجره انا غنقرب ليها. ها هي مثلا هذه باش ما يكونش التصوير ديال الظل ديالي ولا الخيال ديالي. لاحظوا معايا الطول ديالها، لاحظوا معايا ما شاء الله. علاش كنصور لكم الفيديو؟ حيت دابا غيكون غيقول بزاف ديال الناس غادي يقولوا علاش اش غنستافدوا ولا شي حاجه. فقط بغيت نبارطاجي، فقط بغيت نتقاسم معكم هاد المنظر ولا هاد لو مومون زوين كما كيقولوا، هاد الفتره ولا هاد الوقت الزوين هذا. وزعما ننصح للناس انهم حتى هما يجيو للغابه ويحافظوا على الغابه كذلك، لان غادي تشوفوا بان الاغصان يابسه كثيره هنا. وهاد الاغصان اليابسه راه ممكن انها تسبب في الحريق ديال الغابه، لان هادشي علاش الناس خصهم يحافظوا على الغابه ويحاولوا ما امكن انهم ما يتسببوش في الحرائق، ولا الحوايج اللي ممكن انها تسبب في الحريق يبعدوا منها. وفي نفس الوقت انه الزبل حشكم بحال مثلا كنشوفوا هنا هذه القراعي هذو اللي كيبانوا لكم هنا، فهذا هو كيخسر هذا المنظر. وكنصح الناس يعني تحافظ على المنظر، وفي نفس الوقت تحافظ على هذه البيئه هذه، لان هذه البيئه هي اللي كتحافظ عليهم. راه هذه البيئه راه كتحافظ على الناس، على الحياه ديال الانسان، لان اهل هذا حافظوا تنتوما على هذا الشيء. ما عرفتش مالي اليوم كنت لعتم في الهضره ديالي، ولكن ماشي مشكل. يلا الفيديو راه غيكون قصير بزاف، يعني ماشي بحال الفيديوهات الاخرين. غادي نقول لكم تحيه لكم والسلام عليكم وتبارك الله عليكم. لوجين عجبك هنا؟ ها؟ سير هاني دابا نجي معاك. نعم.